بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. الميل الثاني هو تعبير رائع من ربنا يسوع عن المحبه، والمحبه اللي مش بتحسب واحده بواحده، اللي هي محبه الدنيا اللي دايما على القد، تديني اديك، ده بكام، على قد فلوسك، دي محبه الميل الاول، تسلم على اللي يسلم عليك، تجامل اللي يجاملك، تقدر اللي يقدرك. لا، المسيح بيتكلم في مستوى عالي. طبعا إذا كان ده هيحصل مع كل الناس، يبقى بالأولى أقرب الناس مفروض يتمتع بالميل التاني. فأنا هقول شوية كلام كده وبعد كده نتفاهم بعدي. هل ممكن نتمتع بحياتنا الزوجية؟ ولا ربنا قصد أن الزواج زي ما واحد قال لي هو ده أضيق باب وأقرب طريق للحياة الأبدية؟ يعني قال لي كل الطرق كربه ضيقة، بس على فكرة الرهبان في نعمة والزواج أصعب بكتير. المفاهيم دي كلها غلط، معلش مع احترامي. هو صحيح الحياة على الأرض بطبيعتها ضيقة، لكن ربنا لما جاب حول آدم جايب له هدية مش جايب له كارثة، وجايب حاجة حلوة عشان بيحبه، كان قصد الاتنين يفرحوا ويتمتعوا ببعض ويتمتعوا بربنا. وكانت الجنة بما فيها من هذا الشكل، يعني ده غرض إلهي. وعرس قانا الجليل يؤكد كده، أنه أول ما حب يعمل معجزة تفرح الناس بدأها في حفلة عرس. إذن ده مشروع إلهي، افتكروا المعنى ده، مشروع إلهي، يعني ربنا بيحب كده. صلاة الإكليل دي محبوبة عند المسيح على فكرة، بس فيها حاجات كتيرة أول ما بقتش محبوبة، التصوير وال كوافير والمش عارف والزيطة دي كلها بوظت الدنيا. لكن عشان يحط ايده على عروسين وعملهم جسد واحد، دي ربنا نفسه كأب بيبقى فرحان بده. الاول مفهوم النعمة والجهاد، ايه علاقته بالجواز؟ في قاعدة كده حطها المسيح تمشي على كل حاجة في الحياة الروحية، كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. يعني ايه؟ everyone who has، وسابها مفتوحة، who has ايه بالضبط؟ more will be given and he will have abundance. abundance يعني دسم، غنى. but from him who does not have، اللي ما عندوش، اللي ما عندوش ايه بالضبط؟ كل حاجة هتروح منه. إذن في دور بشري، من له has or have، انت عملت الحتة اللي عليك هتلاقي abundance، هتلاقي غنى، هتلاقي دسم، هتلاقي سعادة، هتلاقي فرح، هتلاقي فعلا انت في السماء. بس ده مرتبط على من له، من له دور، من له حب حقيقي اللي قدم. لكن اللي مش عاوز يقدم، اللي عنده يأخذ منه، لأنه مش بيحب اللي داخل كده ياخد بس. لا طبعا انت فاهم غلط. بصوا يا جماعة، الجواز هو خطوة تانية في العلاقة مع الله. يعني ايه؟ اللي ملهمش علاقة مع ربنا لا يمكن يحلموا بسعادة زوجية. سيبكم من الكلام بتاع السينما ده، السعادة الزوجية هي بنت الحب الإلهي، يعني داخل حب ربنا وحضن ربنا الكابل ده سعيد، بره حضن ربنا مفيش سعادة. وعشان كده احنا دايما نقول في المشاكل الزوجية يا جماعة قربوا من ربنا. طبعا بيقولك ما هابونا هيقول لنا ايه، كمنه مش مذاكر كاونسلينج فعمال يقولك قربوا من ربنا. اوكي روحوا للكاونسل، مش هو ده الحال. عاوزين تعيشوا السعادة قربوا من ربنا، هتلاقوا الحكاية ماشية سهلة قوي. اذا العلاقة مع الله بتعمل سعادة طبيعية وقدرة على التعايش بسعادة مع أي شخص. الجواز نعمة، بداية الجواز ما كانش نقمة، ما كانش عقاب إلهي زي ما بعض الناس، لأنه الحمد لله أن حواء اتخلقت قبل السقوط مش بعد السقوط. فاهمين المعنى؟ لو كانت حواء جت من آدم بعد السقوط كانت تبقى إيه؟ كانت تبقى نتيجة الخطية. لا، هي ما كانتش نتيجة الخطية، هي آدم وحواء كانوا في الجنة زي الأطفال قبل الخطية. والجواز قننا وأعلن كأنه قرار إلهي قبل ما يكون في خطأ، قبل الحية على فكرة. لهذا يترك الرجل أباه وأمه، تقروها في سفر التكوين،
قبل قصة السقوط، قبلها. يبقى ده خطة إلهية ملهاش دعوة بالسقوط نفسه. ليس جيدا أن يكون آدم وحده، هذه بداية نعمة الزواج. فأصنع له معينا نظيره، وكنا وإحنا شباب دايما أنبا موسى يقول لك معينا نظيره، هتساعده وهتبقى قده، مش أقل منه، لا فوق منه ولا تحت منه، لكن هتساعده. البيت والثروة ميراث من الآباء، أما الزوجة المتعقلة من عند الرب، يعني دي هدية غالية قوي من عند ربنا. نعمة الجواز تبان قوي في قصة إسحاق. إسحاق كان شخص روحاني، روحاني ابن إبراهيم، خد أجمل ما في حياة أبوه، التأمل، الاتكال، التسليم، البساطة. فإسحاق وهو طالع خلوة كده لقى العروسة جاية له، لو أنتوا فاكرين القصة، لا راح خطب ولا دور ولا سعى، من كتر بساطته يعني أبونا إبراهيم بعت واحد يجيب له عروسة. وحياة الصلاة بقى جابت له أحلى عروسة رفقة ساعتها، ويقول أدخلها إسحاق إلى خباء سارة أمه، وأخذ رفقة فصارت له زوجة وأحبها، فتعزى إسحاق بعد موت أمه. إذا الجواز في الكتاب ما كانش مقصود به خالص خبر وحش، بالعكس، لأن العالم بيحاول يثبت، أو تعرفين الغرب دلوقتي الجواز فيه قل خالص بسبب البدع والهرطقات والانحراف البشري اللي ماشية في العالم. فكرة الأسرة والجواز مش موجودة قوي، والنهاردة أغلب الشباب اللي طالع في بعض البلاد ما يعرفش مين أبوه، وده إحساس وحش جدا، وده يفهمكم ليه العالم ماشي سوري مشيطن كده، يعني كل البدع بيقبلها، لأن طفل طالع ما يعرفش مين أبوه، أنا مش عارف ده مين يكلمه عن ربنا كأب. طيب إذا كان أبوه يعني أساسا بايعه من قبل ما يتولد يعني. وبعدين الأمهات اللي من 12 سنة ترمي عيالها روح اشتغل واصرف على نفسك وأنا هصرف عليك، أو شايف أمه كل شوية عايشة براحتها، فين بقى القيم كلها يعني؟ في بقى جهاد الزواج. جهاد الزواج يعني عشان نوصل يا أحبائي إلى سعادة زوجية، في ميل أول وميل تاني. يعني إيه؟ أيوة أنت ممكن تفكر أنك أنت ليك دور ومراتك ليها دور، لكن لو هنتعامل حقي وحقك وأنا عملت وأنت تعملي ونتحاسب، الحياة ده جواز مش تبعنا. تعرفين بقى اللي بيكتبوا إيه؟ يعني حاجات كده يعني، ده معناه اللغة هنا ده نوع من البيزنس او العقد او الاتفاقات، لكن ما فيهوش خالص الحب بتاع انا معاك حتى لو انت ما عملتش دورك. من سخرك ميلا اذهب معه اتنين، هو ده اللي يكسب، هو ده اللي يربح، هو ده اللي يعدل الموازين في الاخر. عشان كده في قاعدة تمشي هنا تقول لا تشاكلوا هذا الدهر. Do not conform to this world. حتى الدنيا لما تتكلم عن الجواز، وده مش كتير، بتتكلم عنه في الميل الأول بس، بتتكلم عن الجواز الرومانسي اللي هو الاتنين متمتعين ببعض. طب لو واحد فيهم اتكعبل في مشكلة كبيرة، التاني بيحسبها 100 مرة، يكمل ولا ما يكملش؟ لو واحد منهم ما بقاش مشبع للآخر، يحسبها 100 مرة، أكمل ولا ما أكمل؟ ده الميل الأول، هو ده شغل الدنيا. اللي ما تعرفش يعني ايه معاك لاخر العمر ولاخر الزمن يعني. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي ارادة الله الصالحة المرضية الكاملة. هتدوق حاجة مختلفة في الزواج المسيحي لو فهمته صح. هتدوق يعني ايه تبقى مشغول تسعد اللي معاك رغما عن موقفه، بغض النظر بيعمل ايه، زي ما ربنا بيعمل معانا، وزي ما الوصية كانت بتقول من سخرك ميلا اذهب معه اتنين. يبقى جهاد في الجواز هو جهاد تغيير النفس مش تغيير الاخر. خلي بالكم في شباب كتير بالذات دي في الولاد، وللأسف بقت في البنات دلوقتي، في رجالة كتير بتدخل على الجواز بنية انا هزبطها عشان تسعدني، فاهمين؟ منتهى الانانية، منتهى الأنانية، لأنه هو بيفكر في نفسه مش فيها. هو داخل بنية أنه عاوز يطلع بأفضل استفادة. وساعات ستات كده، بنات بيدخلوا بدماغت أنا هفصله عن أهله عشان أقدر أمشي
اللي في دماغي، وهي بتفكر في نفسها. هي هنا ما فيش، ما تعرفش يعني حب خالص، لان دي بتغيره هو، مركزه في تغييره هو، فاهمين؟ ده كل ده روح ادانه وروح كبرياء وحاجات كده. هنا جهات فهم الاخر، ان انا استوعب شريك حياتي زي ما هو، بقبله زي ما هو بعيوبه وميزاته، وببص ان انا مسؤول معاه عن عيوبه، هنجاهد سوا في ان العيوب دي تتصلح، والميزات هنتمتع بيها سوا، ده احنا جسد واحد. بس بفهمه، ما ينفعش تيجي تقول مراتي نكدية بتعيط كتير، هي مش نكدية، هو انت مش فاهمها، هي حساسة ولا مؤاخذة انت ما عندها، انت مش عارف تحس بيها، يعني مش عارف اقول لك ايه، فهي مش نكدية ولا حاجة، هو انت اللي مش عارف تفهمها. لو فهمتها تقدر تسعدها، لكن هي ما دخلتش على الجواز بالمنظر ده. جهاد الشركة، الشركة عاوزة جهاد، يعني ايه؟ الشيرينج قصة مش سهلة، هي تبدو سهلة، لا مش سهلة. طول عمرك عايش لوحدك مع نفسك، ازاي تدخل شريك لنفسك في قراراتك وفي تفكيرك، وحق مراتك عليك تعرف بتفكر في ايه، وحق مراتك عليك تشاركك قرارك، وحقك عليها تعرف هي احلامها ايه وتحس بمشاعرها. الشركة هنا حق متبادل، وده عاوز جهاد، لان في كتير من الكابلز يا جماعه مش سعده، لان هم جزر منعزله، هم اتجوزوا وبيتقابلوا لكن هم مش محققين السعاده اللي قصدها المسيح، لان مستوى الشركه ده 0.1، الشركه الحقيقيه اعلى مستوى، ودي عاوزه جهاد. ولو حصل الجهاد ده طعم السماء هتحسوه، محبة وفرح وسلام، لأنه لا يتعارض خالص مع الخطة الإلهية، بالعكس زي ما الراهب فقليته ممكن يحس بطعم السماء وهو بيصلي، المتزوج مع مراته ممكن يحس بطعم السماء إذا كانوا بيحبوا بعض محبة مسيحية خالص، لأن الطريقين يوصلوا للسماء. جهاد الاحتمال والصبر. طب في عيب في شريك حياتي مش بيتغير، طب ممكن تستحمل، محبة تحتمل كل شيء، ممكن تصبر، يمكن يتغير بكرة، اعمل ما في وسعك إن كان ممكنا فحسب طاقتكم، as much as it depends on you، سالموا جميع الناس. لكن كل يومين ثلاثة خناقة، حبيبي أنت مش عاوز تعمل دورك عشان تحافظ على السلام. طبعا بصوا يا جماعة وانتوا بتسمعوني بلاش نفكر في الاكستريمز قوي، الشخص اللي خان قوي، الشخص اللي هو شخصيته ملخبطة خالص، يبقى البداية ما كانتش صح، غالبا الارتباط ما كانش مبني صح. لكن انا بتكلم في الجواز العادي، لا الجواز المسيحي ده ممكن يبقى احلى من كده كتير يعني. هل ممكن اي زواج ينصلح؟ بداية هبتدي بالآية دي، بيقول هذه إرادة الله قداستكم، والغريب أنه بيتكلم هنا مع متزوجين بدليل الآية اللي بعدها، أن تمتنعوا عن الزنا، أن يعرف كل واحد منكم أن يقتني إناءه بقداسة وكرامة. بداية من تجنب الزنا أنك تعيش مع البارتنر بتاعك كجزء من جسدك، ويبقى ده نظرتك للموضوع، ودي قداسة، دي مش بعدت عن القداسة. في ناس بتفترض ان الزواج بعدنا عن الكلمة دي، لا لا، قدسات للقديسين، وكل شعب، اغلب شعب الكنيسة متزوجين طبعا، وكل القديسين لهم اب وام، ايه المشكلة؟ فبرضو بعض المفاهيم ساعات تبقى اكسنتريك شوية. غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله، يعني ايه؟ في بعض الامور تبدو فعلا انها معقدة. طيب هل انت دخلت على الجواز لوحدك ولا داخل معاك ربنا؟ مش في مساحة لربنا في التدخل؟ مش ممكن تدوق انه بالصلاة تعدي مشاكل كان صعب تعديها؟ ممكن طبعا. واي بيت على فكرة مسيحي عدى سنين طويلة هو يعرف يعني ان الصلاة كانت مطلوبة عشان تعدي مراحل صعبة، اي بيت مسيحي مش ممكن ما يكونش الشيطان حاول يوقعه،
فأي بيت مسيحي يعرف بدل كمل وانتصر، يبقى عارف أن الصلاة أو التدخل الإلهي له دور في استقرار البيت. يجب علينا نحن الأقوياء أن نحتمل أضعف الضعفاء. بستغرب قوي لما ست تبقى مركزة مع نقطة ضعف جوزها كأنه عدوها بالضبط. دي نقطة ضعفه، هي دي اللي انت شايفاها، بس ايه اللي بتعمليه في نفسك ده؟ ايه كمية الكبرياء اللي جواها كده؟ بعدين تقولك مش قادرة احترمه، مش قادرة تحترميه. والحقيقة المشكلة في عينيك، عينك مش بسيطة، دي سايبة كل الفضائل ومش شايفة غير العيب، والعيب ده ضخم قوي في نظرك. يبقى انت بعيدة عن الميل التاني، وعشان كده مش عارفة وفاكرة نفسك شهيدة، والحقيقة هو اللي شهيد غالبا. او العكس، راجل يكون مركز على نقطة ضعف مراته مش قادر يشوف غيرها. يا حبيبي مراتك بنت كويسة مليانة حاجات جميلة، انسانة فيها نقطة ضعف عادي زيك زي اي بني ادم، بس ده ما ينفعش انك تحكم عليها طول الوقت من منظور نقطة ضعف. ايه اللي انت بتعمله في نفسك قبل ما تعمله فيها؟ السعادة مرتبطة بنظرتك للاخ. فهنا احتمل ضعف ولا نرضي انفسنا، فليرضي كل واحد منا قريبه للخير لاجل البنيان. القاعدة دي تسري في العلاقات بداية من الجواز. فليرضي كل واحد منا his partner للخير لاجل البنيان. يبقى الكتاب ما رفضش ان الزوج يسعى لرضا مراته، ولا ان الزوجة تبقى مشغولة برضا جوزها، عادي، ربنا فرحان بده. مرة واحد بيقول لي معلش، هو انا لو جبت هدية غالية لمراتي ربنا هيزعل؟ قلت له قول لي يزعل ليه، يعني معذور ربنا في فلوس، فكان مستني غيران من مراتك عشان الهدية كان نفسه فيها؟ يعني استغربت جدا من السؤال. قال لي مش الفلوس تروح للفقراء؟ فقراء ايه يا عم، ما اتجوزت ليه؟ طيب يعني طريقة تفكير، تصور واحد يبقى موسوس في حتة هجيب هدية غالية لمراتي، ها؟ أبونا خلي اليوم يعدي على خير. طيب لماذا الزواج؟ نرجع تاني نناقش الموضوع من جذوره. أولا المسيح نفسه قال لا يحسن أن يكون آدم وحده، والكتاب قال اثنين خير من واحد. اثنين خير من واحد يا جماعة. لما تبقوا فرحانين، الفرح لوحدك ملوش طعم على فكرة. انتوا لما بتبقوا فرحانين قبل الجواز بتهيصوا مع أصحابكم، واللي مرتبطين بأهلهم بتبقى فرحتهم من اللي يفرحوا والديهم، والمتزوج ما يعرفش يفرح من غير شريك حياته بقدر الإمكان. إذن هنا اثنين خير من واحد، لأن لهما أجرة لتعبهما صالحة، يعني اللقمة اللي هيأكلوها ليها طعم أحلى مع بعض. وعلى فكرة في ستات، الست هنا أكثر انتماء للزواج المسيحي بصراحة حسب خبرتي أنا من الراجل. أغلب الرجالة يميلوا للفردية شوي، لكن الست تميل أنها تحب الشركة بشكلها الطبيعي، تحب تتمتع بأسرتها. دي نعمة على فكرة، دي الزوجة المصرية أو المسيحية بالذات فيها ده. الزوجة الأجنبية، عشان كده بنخاف من جواز الأجانب. ليه؟ الزوجة الأجنبية تركيبتها عادة ما فيهاش الحتة دي، ما فيهاش التمتع بالأسرة، ما فيهاش إلحاح فكرة إن إحنا نتعشى سوا ونفرح سوا ونبكي مع بعض ونقعد قاعدة إن شاء الله على الأرض مع عيالنا، دي أجمل من أي فسحة في الدنيا. التركيبة دي مش عند الأجانب قوي، دي نعمة في بلادنا على فكر، ونعمة في بناتنا. يعني إن وقع أحدهما يقيم رفيقه، يعني الجواز معمول لكده إنه نشيل بعض. وويل لمن هو وحده إذا وقع ليس له ثاني يقيمه. يعني هنا الوحدة مش حلوة بطبيعتها، لكن الجواز اللي له أصول هو اللي يمشي كويس. يبقى بداية الجواز معمول عشان تمتع بالحب والشركة. تاني حاجة، الجواز هو المجال للنمو والتطور. الإنسان بتتطور شخصيته وبيتقدم نفسيا وإنسانيا وروحيا مع الزواج السليم.
صدقوني الجواز المسيحي مناخ رائع للنمو الروحي والقداسة. ياما شباب ما كانوش متدينين لكن لما اتجوزوا جوازة مظبوطة قربوا جدا من ربنا وبقوا خدام زي الفل. بنات ما كانتش متدينة قوي ولأن شريك الحياة يخاف ربنا ويحبه بقت سابقاه روحيا. ده أجمل مناخ لأنه فيه حب حقيقي ودفع يساعد على النمو الروحي. العيوب تتهاوى داخل الجواز والمزايا تزيد جوه الجواز. إذن في نمو إنساني ونمو روحي. وعشان كده ربنا اختار حواء الآدم وعشان كده المسيح بارك عرس قانا الجليل وقدس الجواز واختار أنبياء متزوجين واختار رسل متزوجين. اسمروا واكسروا واملأوا الأرض. خلي بالكوا دي مرتبطة بالزواج. الإثمار والإكثار معناها البرودكتيفيتي، يعني تبقى شخص برودكتيف في حياتك مش في العيال بس على فكرة، تبقى شخص ليك إنجازاتك لأنك سبورتد بشريك حياتك، ستة أو راجل على فكرة. السبورت اللي جاي لك من شريك حياتك تحت مظلة الصلاة والمسيح بيخليك very productive. إنما أنت مش productive كفاية لو أنت مش مستمتع بالجواز. موضوع بقى الأسرة والأولاد، لو ربنا إدى أولاد وده أحد أهداف الزواج المسيحي ميراث من الرب، دول قديسين أنت بترجعهم لربنا يبقوا ولاده مش ولادك، أنت مشرف على تربيتهم لكن هما في الآخر ولاده مش ولادك. يوم المعمودية احنا بنسلم عيالنا ونقول له رب خلاص بقى ولادك مش ولادي، أنا كإنسان هورثهم إيه؟ قبر. أنت كإله هتورثهم أبدية، فأنا عشان بحبهم بدهم لك يبقوا ولادك، أنا مسؤول عنهم. يتحول الأب والأم إلى إجبين يوم المعمودية وينتهي دورهم كأباء يمتلكون أولادهم أو أمهات تمتلك أولادهم. ودي مشكلة في التربية، إن في أم لسه ابنها ملكها. لا يا بنتي ده أنت من يوم المعمودية ما عادش ملكك. أنت عاوزة تشجعيه يلاقي رسالته ويلاقي حياته يرتبط بشريك رائع ويبقوا بيت مستقل ويلاقوا نفسهم. ارجع لورا صللهم. لكن لو ربيتي صح ما ينفعش تتدخلي بأي درجة في حياتهم. هنا التملك ده معناه في معنى مسيحي مش موجود من البدري، لأنه دول من الأول دول بتوع ربنا. كمان الجواز حماية من الحروب، بمعنى قديس بولس نفسه قال كده، لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحد رجلها. ده مش معناه ده السبب الوحيد للزواج، خلي بالك عشان كده أنا جايبه متأخر، لكن ده يضاف لأسباب الزواج لنوع من الصيانة والحماية عشان ما تبقاش معرض لمعركة أنت يمكن تتعب فيها ما تبقاش قدها. فليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، بمعنى احتياج الجسدي هنا، وكذلك المرأة أيضا الرجل في احتياج متبادل. سوات دي نيدت ما فيهاش حاجة. وتجنبا للخطية يبقى الواحد لازم يفكر في الزواج، ده مش عيب في حد ذاته بس ده مش السبب الوحيد. احنا شفنا يعني الإثمار والإكثار، شفنا الحب، شفنا الشركة، شفنا حاجات كتير قوي. لدرجة وصل واحد زي ذهبي الفم وهو بتول، وأيضا القديس باسيليوس والقديس قديسين كبار كتبوا انه عشان تفهم سر الثالوث ممكن تفهمه من داخل الزواج. يعني ايه اتنين يبقوا واحد؟ نيجي نشرح الثالوث ونقول ثالوث في واحد، يقول لك مش فاهم حاجة. أقول له لو اتنين بيحبوا بعض قوي جوه الجواز اللي بالروح القدس الاتنين دول بقوا واحد. فكأنه رجل ومراته في الفلاحين عندنا حبوا بعض جدا وعايشين بقداسة، عندهمش أزمة في فهم الثالوث لأن الست بتقول أنا وجوزي واحد وعايشين بوحدانية على أعلى مستوى. فبالنسبة لهم حتى الأمور اللاهوتية دي هم داقوا حتة منها في حياتهم الطبيعية. خطوات التغيير الزوجي، لو انت عاوز جوازك يطلع خطوة لقدام او تدخل على بيت مسيحي، لو بعضكم كتير منكم مرتبطش لسه، لو تتمنى لنفسك جوازة مظبوطة زي اللي بنحكي فيها كده، او لو انت متجوز لكن
البيت متلصم يعني موجود عايشين بس مش أسعد حاجة. هقول لك يا قبل تعمل إيه وأثناء كمان تعمل إيه، نفس الروشتة تقريبا. أول حاجة ركز، فوكس على إيه. هقول لك أولا لا تحكموا حسب الظاهر بل احكموا حكما عادلا. أرجوك ما تتعاملش بالظاهر، دي قبل الجواز معناها ما تبصيش إنه ده غني ومرتبه كبير، لا من البداية أنت بتفكري غلط. وأنت ما تبصش إنها جميلة وشعرها إيه، لا مش ده المعيار. المعيار الأساسي الإنسان ده كإنسان، ربنا فين من حياته ونقدر نعيش سوا وندخل السما سوا ولا لا. كذلك في الحياة الزوجية ما ينفعش تبقى القصة كلها برضو جسدية أو مادية، لا خالص. فوكس، اللي معاك ده إنسان يعني صورة الله ومثاله، فلازم يبقى مركز في التعامل معاه برقي، بأنه ده مدعو زي ما قالها القديس بطرس كالوارثات معكم نعمة الحياة. لو فكرنا ان احنا هنتشارك في الأبدية يبقى لازم نتعامل مع بعض كقديسين. تاني حاجة اكتشف المشكلة او المشكلات بترتب. بمعنى ايه؟ اتنين مخطوبين لقى فيه شوية يعني ايه نقط كده مش ماشية، اتنين متجوزين اكيد فيه شوية كونفليكت، اوكي ينفع نكتشف ايه نوع المشكلة، ولو تلات اربع مشاكل نرتب اهميتهم حسب الخطورة والواقع عشان نتعامل. ما فيهاش حاجة، ده بالظبط زي ما بتتعامل مع نفسك، عندك كذا مشكلة طبية شوف هتعمل ايه في واحد اتنين تلاتة. لان القصة مش ما ينفعش تتساب، لان في ناس ملصمة حياتها وخلاص. التلصيم ده ضغط نفسي وبيخليك متفرمل زي اللي شادت الفرامل اليد وبيسوق، الحياة مش ماشية. عشان كده فوجئت ناس كتير بطلت تشجع ولادها على الجواز، الحياة دي حاجة تخوف، لان هما بيحكموا بخبرة مشوهة. الخبرة المسيحية الحقيقية لازم نشجع كل الجيل، يا ولاد ربنا يديكوا تتجوزوا كلكم وتفرحوا، لانه دي مش حاجة بقت من كتر المسلسلات والافلام والاخبار بقت الناس فاكرة ان الجواز ده يا رب يستر يعني، لا هو بيستر. يبقى ممكن الواحد يسأل نفسه مالك يا نفسي متضايقة ليه، ومتضايقة ليه قبل ما بلوم مراتي بدور على العيب اللي فيه، مفيش مانع بعد كده اقول وهي كمان بعد ما اشوف عيبي يجوز لو غيرت ده هنعرف نتفهمك وبعدين نقعد نتكلم، مفيهاش حاجة يعني. عشان نمشي الميل التاني، في مجموعة كده مشاكل أو مشكلات أنا هحط عناوين بس، القصة دي بقى بيدرسوها في الماريتال كونسلينج يقعدوا شهور يعني. في مشاكل بتيجي من بره زي تأثير الأسرة الخارجية، بابا من هنا ماما من هنا أخ من هنا، الأصدقاء مثلا هي مرتبطة بصحبتها زيادة وده عامل نكد، هو بيشيش كل يومين، لا في حاجات كده ممكن تكون مقصرة. الشغل الزيادة اللي واخد الست من جوزها أو واخد دماغ جوزها منها طول الوقت، الكنيسة بزيادة لدرجة إن البيت اتظلم، الميديا بقى بكل مصايبها دي سرقن كل الناس من بعضيها يعني، وفي مشاكل داخلية ممكن تبقى عيب نفسي في الزوج أو عيب نفسي في الزوجة، أو لغة الحوار فيها مشكلة كبيرة، أو موضوع الفلوس مش متفاهمين فيه، أو في واحد منهم بيخاف على القرش الزيادة وروحيا لازم يتعالج، أو موضوع الجنس فيه مشكلة. إذن المواضيع ممكن كلها تتصنف كده وتتفنط، وليها علاجات على فكرة للي عاوز يحل، للي عاوز يتمتع بجوازه، كل ده له حل. يبقى الأول فوكس، لأنه أغلب الناس بعد ما بتتجوز بتفوكس on making money. يعني الملاحظة اللي أنا بشوفها أغلب الكابلز في الجيل الجديد يقعدوا أول 10 سنين بعد الجواز بيجروا يعملوا فلوس عشان قال إيه بيأمنوا عيالهم، اللي هي لغة مش مسيحية أساسا. فتلاقيهم بيتخانقوا كل يومين ثلاثة خناقة والدنيا متلصمة كده، وفجأة يكتشفوا إن هم مش سعداء، ويجي في بقى ايه الميدل ايج كده يبتدوا مش طايقين بعض، ويدخل الشيطان احنا اتجوزنا ليه،
احنا مش مبسوطين، طب وجبت عيال خلاص. فتلاحظوا انه الموضوع اساسا الاتجاه ما كانش صح من الاول. لا، الجواز استقراره وسعادته لازم يبقى اولويه. بزعل اول لما الاقي الخطيبين كل اللي شاغلهم بيجهزوا في البيت. انتوا ما تفهمتوش كفايه يا اولاد، عشان نتكلم هنجيب الصالون من هنا ولا من هنا، اوكي هاتوا اي حاجه بس مش دي القضيه. انتوا تفهمتوا كفايه؟ عارفين هتعيشوا سعدة بالمسيح ازاي؟ هتشجعوا بعض على رسالتكم؟ السما مشغلاكم؟ حددتوا المستوى العلاقة مع كل الأطراف الخارجية؟ حاجات أهم كتير قوي من التفاصيل وهكذا. لو انتوا متجوزين، طيب انتوا كل اللي شغلكم الفلوس نعمل فيها ايه وندخل انهي مدرسة وانتوا مع بعض؟ ما بتصلوش، ما بتتفهموش. تالت نقطة في التغيير الزوجي او في الميل التاني، مش بس هركز ان انا لازم بيتي ياخد حقه، وفي نفس الوقت هبقى يعني بحلل المشاكل اللي بتقابلني، لازم ادخل في حوار. الحوار عمال يقل في العالم كله، كلكم فاهمين ان السوشيال ميديا اخطر ما فيها دلوقتي ان الحوارات الانسانية بتتراجع. ومنعرفش الميتافيرس ده داخل هيعمل ايه، هيكمل اسمه ميتافيرس بقى ولا اسمه ايه، متى او ايا كان متى يعني. مهم يعني ان هو مؤذي شكله. الحياة ده خطر جدا. انا بقصد اخليكم تحكوا مع بعض ونتناقش وتضحكوا. انا ببقى سعيد، بحسكم بني ادمين طبيعيين جوه المؤتمرات. بعد ما بترجعوا من المؤتمر بحسكم مش بني ادمين قوي، ما اقصدش اجرحكم يعني، ملايكة. كل واحد ماسك موبايله وعايش مع اللابتوب بتاعه. على فكرة ده مش شغل بني ادمين، احنا فقدنا حياتنا الطبيعية بالعيشة دي. تلاقوا والدتك في البيت نفسها تحكي معاك ربع ساعة ما اديتلهاش بقالها 3 شهور، وتلاقي ربنا مستنيك تقعد تحكي معاه خلوة كده وانت مش سائل، ونفسك نفسها تحكي معاك ما بتديهاش وقت. وكل ده عبارة عن تدمير للإنسانية بسبب الميديا. الحوار متعة إنسانية، ربنا أول حاجة عملها في سفر التكوين أوجد مناخ من الحوار. ربنا بيحكي مع آدم، وبعدين دخل حواء، وبقوا الثلاثة بيحكوا مع بعض، وبعدين دخلت الحياة تفسد الحوار. لكن الحوار هو متعة البشرية، لأن هو تعبير الحب الأساسي. حوار، هي الصلاة عبارة عن إيه؟ حوار. الخدمة عبارة عن إيه؟ حوار، ايا كان نوع الخدمة. فاذا لازم تبقى حريص على الحوار الزوجي. الحوار الزوجي يعني ايه؟ نقعد نسمع بعض مش نتكلم، نسمع. ومفيش شكوى، مفيش خناق، مفيش اثبات حق. لازم له مكان، ولازم له وقت، ولازم له احترام، ولازم له استماع جيد. وفي ترينينجز هاو تو كوميونيكيت. يعني الست اللي بتقاطع جوزها في كل جملتين، ما هو الراجل كده يعني مش الميل التاني والتالت يعني ما هو برضو عمال يمشي لما تقطع نفسه، لان المقاطعة مستفزة طبعا. اللي بيعلي صوته في المناقشة الزيادة عاوز ترينينج. لا، ده يفسد اي حوار. اللي بيفوت في المناقشات، هي بتكلمه في كذا هو يكلمها في كذا يعني، فطبعا في الاخر لازم يتخانقوا. المتابعة الاتفاقات اللي بتحصل، كل ده أمور مهمة جدا في جهات فهم الآخر بقى. احنا عارفين كان في لعبة زمان بيعملوها، ما عارفش لسه بتتعمل ولا لا، ويا ما اتعملت فيها زمان يعني. يجيبوا كل كابل وبعدين يقعدون في ظهر بعض ويسألوا الست أسئلة خاصة بجوزها، يسألوا الراجل. وكان في كابلز يطلعوا كأنهم ما يسمعوش عن بعض أبدا. يعني هي نسألها بيحب ايه، تقولك الملوخية، واحنا عارفين الإجابة بامية مثلا. طب هي احلى لون عندها ايه، يقول الاحمر، هي تطلع حاجه تاني خالص. هو انتم متجوزين بجد يعني؟ حتى الاسئله ونقعد نضحك، بس احنا بنضحك، ودي علامه خوف. لانه اذا ما كنتش فاهم مراتك او هي مش فاهماك، دي حاجه تخوف. طبيعي لازم تتوقع ان في مشاكل. طب انت الاهم من الاحمر والباميه، هو انت تعرف ايه اللي بيسعد شريك حياتك؟ أو بلغة العلم النفس، إيه لغة الحب الأساسية عنده؟ أنت عارف دي؟ طب ما بتعملهاش ليه؟ يعني في واحدة يسعدها قوي الكواليتي تايم، في واحدة يسعدها كلام التشجيع، في واحدة يسعدها الهدية، في واحدة يسعدها إنه يقف معاها في المطبخ ويساعد،
بس طبعا يديها الحل، ما يحاولش يطبخ يعني، لكن مجرد ايه اوكي انت عارف لغة مراتك طيب ولا انت مش عارفها؟ لو مش عارفها تبقى مالكش حق. من خطوات التغيير جهات تغيير الطبع، وهنا اقصد كل واحد يغير في طبعه. ما ينفعش تقول لي انا تربيتي كده. ايه تربيتك كده؟ ما انت كنت عجينه وابوك وامك عملوك عجنوك يعني. طب ما نعيد نعيد الشغل، مش صعب يعني. بس حاجه اسمها انا عصبي، لا تتعود ما تبقاش عصبي، مش نهايه الدنيا من اجل شريك حياتك. الطبع ده مش منزل على فكره، الطبع ممكن يوصل لتطبع، تاخد طبع جديد، بس اشتغل على نفسك وركز. لما بيقول اطرحوا عنكم الكل، الغضب والسخط والخبث والتجديف والكلام القبيح والكذب، اذا في جهات تغيير. طبعا هتغير بالصلاة، بالانجيل، بالارشاد، بالتدريب، بالمتابعة، كل ده ممكن اتغير. جهاد السعادة بقى، السعادة كلكم عارفين انها مش مرتبطة بالفلوس على فكرة، ولا بالصحة، ولا باللذة الجسدية، لا السعادة أكبر من كده. السعادة ليها مداخل روحية معروفة سهلة. الابتسامة تدي سعادة، العطاء يدي سعادة، الشكر يدي سعادة، قبول كل شيء من يد الله، المشاركة، الاحتمال، وده يخلي الناس عايشة سعيدة. الموضوع مش معقد قوي يعني، كأنها يعني هتذاكر 100 موضوع عشان تعيش سعيد في بيتك، الموضوع بسيط قوي. اللي عاوز يعيش سعيد بيسعد اللي معاه وبيبقى مبسوط. في يوم الخير كن بخير، مجرد تبقى بتقول أشكرك يا رب وتعيش بخير تلاقي الدنيا سهلة. الميل التاني يا جماعة معناها إذا كنت هقدم محبة للآخرين والبعيدين واللي في الشارع هحبه أكتر من العادي، طب مش الأولى اللي يتمتع بالميل التاني يبقى أقرب شخص ليك؟ والديك، أخواتك، ولادك، شريك حياتك. الدايرة القريبة يا جماعة لازم تشوف فينا حب حقيقي، لأن مشكلة إن إحنا بقينا بنعرف نمثل كويس. ألاقي خادم نشيط جدا في الكنيسة، الحياة البيت بيعاني منه أو مراته بتعاني منه، معناها في مشكلة هنا، في رياء في الموضوع، في تمثيلية بايخة هنا. العطاء الشديد قوي اللي بسخاء ده في الكنيسة ده مش للمسيح، ده عشان بيثبت نفسه. لكن لو هو بطبيعته سخي قوي كده كان أول واحدة تتمتع بالسخاء ده شريك حياته. ده الشكل الطبيعي لإلهنا كل مجد وكرم.